2018 المحاكم نظرت 107,000 قضية أو ما يزيد عن ذلك. الحمد لله في ذات العام تم تسوية 80,000 قضية. فالمتبقي في 2018 وبدأنا في عام 2019 هي 26,000 قضية. هذه القضايا اللي بدأنا في عام 2019، أي أن القضايا المتراكمة في يناير 2019 عن يناير 2018 تنقص بمقداره 25%، وهذا مؤشر الحمد لله يجعلنا نصر أكثر على أن نواصل العمل حتى يكون القضايا المتراكمة تخف بشكل كبير وتصل إلى أقل مستوى ممكن أن نصل إليه في إن شاء الله في الأعوام القليلة القادمة. أيضا محاكم التنفيذ نظرت 370,000 طلب أو ما يزيد عن ذلك خلال 54,000 ملف، تم تسوية 25,000 ملف في ذات العام. فهذه أيضا مؤشرات التي تجعلنا أن نصر أكثر وأكثر على أن يكون هناك مكننة للعمل القضائي، لأن هذه مكن السادة المحامين وأصحاب الأحكام أن يكون من خلال الطلبات الإلكترونية أن يقدموا طلباتهم على طول الوقت وتنظرها محاكم التنفيذ دون ما اليوم إحنا عندنا إدارة الدعوة المدنية. إدارة الدعوة المدنية نعمل على أن تكون اليوم ممكننا ابتداء من تسجيل الدعوة وحتى انتهاء بصدور الحكم من خلال المحكمة التجارية، وهذه كلها إن شاء الله نعمل عليها من المشاريع التي نعمل عليها حاليا في حيث تكون إن شاء الله قيد التنفيذ في القريب العاجل. تكون المحاكم التجارية والقضايا التجارية لها خط إلكتروني وتكون لها يعني آلية معينة لتسويات في المحاكم التجارية. اليوم القضايا الاتصالات الموجودة في المحاكم يعني لا تكاد أن تذكر لأنها بقت في 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 رقم بسيط جدا أو قليل جدا. واليوم نعمل على أن يكون هناك أيضا آلية وهي مشروع قانون للمحاكمة للمطالبات الصغيرة والقضايا المطالبات الصغيرة، بحيث تكون القضايا هذه كلها تقف عند مستوى معين حتى لا تشغل المحاكم في المستوى الأعلى بقضايا الأكثر أهمية.